إله إلا الله، والشعب يأمن هالخرافة. القوة تاعها هي في سرعة الانتشار. نسبة كبيرة من هذه الصفحات مصدرها خارجي. ألومة تنقل رئيس الجمهورية لألمانيا كانت بحوستي قبل ما يتنقل رئيس الجمهورية لألمانيا. في راسي الأمور ما قدروش يخرجوه باسكو قرصوا عليه. لم يمضي طويلا على ظهور فيروس كورونا بالجزائر حتى برز فيروس من نوع آخر استهدف مواقع التواصل الاجتماعي وأرهق وسائل الإعلام، أحدث إرباكا وسط الجماهير ومس أعلى هيئة في السلطة. فيروس الأخبار الكاذبة أو فيك نيوز أخذ في التفشي بشكل رهيب، وشكلت أزمة كورونا الأرضية الخصبة لانتشاره. معلومات مغلوطة، بيانات مضللة، منشورات مفبركة، إشاعات هي أعراض الفيروس الرقمي الذي لا يقل فتكا عن الكوفيد. كانت وسائل التواصل والإعلام الضحية الأولى والمباشرة للأخبار الكاذبة التي جعلتها على أهبة الاستعداد لمواجهتها والتصدي لها. فما مصدر الفيك نيوز؟ وكيف عالجتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل في ظل كورونا؟ وما ترتب عنها من أزمات؟ الفيك نيوز بأوجه متعددة. مع ذروة تفشي كورونا وارتفاع أعداد الإصابات، انتشرت معلومات مجهولة المصدر تحمل محتويات مريبة. اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي ساعية للتضليل وزرع الخوف بين الناس بهدف إلحاق أكبر ضرر بمصالح الدولة والمجتمع. أول ما يخرج الخبر يخرج في شبكة التواصل الاجتماعي، فأصبحت القوة تاعها، قوة التأثير قوة كبيرة، ولهذا الناس تستعملها كذلك لنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة. شيء طبيعي لأن وسيلة للنشر وسيلة كبيرة جدا وصعب التحقق من المصدر، لأن يعني أي إنسان يقدر يدير صفحة في الفيسبوك باسم أي شخص آخر أو باسم أي هيئة أخرى وينشر هذه الأخبار وهذه الإشاعات عبر هذه الوسائل، ومع قوة الانتشار فيصعب التحكم فيها. ندرة زيت المائدة، أزمة أفرزتها الأخبار الكاذبة استحدثها صناع الإشاعات عبر الفيسبوك، فكان لها دور في ضرب القدرة الشرائية وخلق الذعر بين المواطنين. راني فارح أخويا بالكاسة وكاسة الزيتة، راني فارح أخويا، بارك الله فيكم، راني فارحين أنا جبناه. وزارة التجارة من جانبها فندت الأخبار المغلوطة التي روجت لندرة الزيت في السوق الجزائرية عبر مواقع التواصل في سيناريو آخر مكرر لأزمة السميد. لذلك نطمن بأن كل ما يثار هنا وهناك هي مجرد إشاعة، نفس النمط اللي صار السنة الماضية في السميد، خاصة في فترة شهر رمضان. العام اللي فات السميد في شهر رمضان، يعني نفس الشيء. نعم. يعني نفس الأيادي اللي كانت تتحرك في السميد هي نفسها تتحرك الآن. أزمة أخرى شكلها الفيك نيوز في ظل الوباء العالمي هدد صحة المواطن وكاد أن يدخل الجزائر في موجة ثالثة من الفيروس التاجي بعد التشكيك في تركيبة سبوتنيك وفعاليته في القضاء على الكوفيد. كيف استثمر مروجو الإشاعات في ملف اللقاح الروسي؟ بعد كل هذا اللغط الذي صنعته المنشورات المغلوطة عبر مواقع التواصل، خرج رئيس أعلى هيئة صحية في العالم عبر منصة تويتر حاسما الأمر بعد اتصال واحد دار بينه وبين وزير الصحة الروسي، لينتهي في الأخير باعتماد لقاح سبوتنيك من طرف المنظمة العالمية التي اعتبرت أنه لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان. لغة الأرقام من أكثر الأشياء التي تستهوي مهندسي الفيك نيوز. فيديوهات تم تداولها على أوسع نطاق تروج لأوضاع كارثية داخل المؤسسات الصحية، ومنشورات تضخم أعداد وفيات مرضى الكوفيد. أرقام وأرقام مضادة فتحت أبواب جهنم على السلطات بعد تزايد شكوك المواطنين حول الوضعية الوبائية.
هو الشعب راه يموتوا ها هو الشعب راه يموتوا ها ها هو ذا واحد ها ممكن نوريكم ها ها فيديو متداول تم تصويره بمستشفى سيدي عيسى بالمسيلة أحدث بلبلة لدى الرأي العام، فما قصته؟ والي المسيلة خرج عن صمته في بيان تناقلته وسائل الإعلام الذي كشف حقيقة الفيديو، حيث اتضح أنه تمثيلية ألقيت فيها جثة على الرواق للتهويل وإثارة الذعر، كما أعلن القبض على المجموعة التي صورت الفيديو وهددت الطاقم الطبي. أزمات متعددة ساهمت الأخبار الكاذبة في تعميقها، كيف يمكن أن تنتشر بهذه السرعة الفائقة وتسبب كل هذه الفوضى؟ إشاعة وفاة الرئيس. الأخبار الكاذبة لم تستثني أي هيئة أو مسؤول في الدولة، لم يسلم منها حتى الرجل الأول في البلاد. قال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقي العلاج في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة عقب إصابته بفيروس كورونا. إصابة الرئيس تبون بفيروس كورونا استغلتها جهات مشبوهة للترويج لإشاعات ومعلومات مغلوطة زرعت الشك في نفوس المواطنين ووصلت حد الحديث عن وفاته واغتياله. بدا إشاعات من زمان إشاعات. أنا قلت لك حتى أنا اللي مشيت أنا باش نعالج باش تيفاكوي. جا لحقتني قال لا راهم دايرينو في كيسموها لا قدر الله قال لها قال راه في أن تريك لو ريفريجر اللي في راه في لامورغ ما قدروش يخرجوه باسكو قرصوا عليه وكذا. الإشاعة بدأت من عدة مواقع إخبارية مغربية وسنغالية المصدر، منها مجلة جون أفريك التي كانت أول من ألقى خبر وفاة الرئيس. سارعت رئاسة الجمهورية إلى تكذيبها عبر بيان يؤكد تماثل الرئيس تبون للشفاء واعتزامه العودة لأرض الوطن فور استكمال العلاج. فكيف واجهت وسائل الإعلام الجزائرية إشاعة وفاة الرئيس؟ عند هذا المستوى أنا كرئيس التحرير أو كصحفية يستحيل أن المعلومة تكون في متناول أي كان، يستحيل. يعني المعلومة مثل عند هذا المستوى تلقاها تدور أو في محيط ضيق جدا جدا. فبالتالي أنا نقول لك أنه مثلا معلومة تنقل رئيس الجمهورية لألمانيا كانت بحوزتي قبل ما يتنقل رئيس الجمهورية لألمانيا للعلاج، لكن نحن في الجزائر يعني مدة يومين أو ثلاث أيام قبل تنقل رئيس الجمهورية في الفترة اللي كان مقيم فيها في مستشفى عين ناجة. ظهور الرئيس في فيديو عبر منصة تويتر كان له دور كبير في ضرب كل الشائعات التي استهدفتها وغلق الباب أمام الجدل والشكوك المتزايدة. فلماذا اختار الرئيس عبد المجيد تبون تويتر بدل وسائل الإعلام لتفنيد الأخبار الكاذبة؟ ما نستغربوش أنه رئيس الجمهورية يستخدم تويتر، خاصة أنه نعرفه أنه الأسرع في توصيل المعلومة مقارنة بالتلفزيون الجزائرية. نشوف أنه استخدام التكنولوجيا في هكذا مواقع واستخدام الفيسبوك تحديدا سهل على الوصول الرسالة من رئيس الجمهورية إلى المواطن الجزائري مباشرة، وكان تويتر أحسن وسيلة لأنه تويتر يتمتع بالمصداقية مقارنة بباقي مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام ضحية الأخبار المفبركة. شهدت وسائل الإعلام الجزائرية بمختلف أصنافها هجوماً شرساً على منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل الأزمات التي عرفتها الجزائر منذ بداية الجائحة، من خلال فبركتها وتغيير محتواها باستعمال عدة طرق وتقنيات. فما هي هذه المنشورات المفبركة ومن وراءها؟ نسبة كبيرة من هذه الصفحات مصدرها خارجي، مصدرها لما تروح مثلا للصفحات هذه تروح لخاصية الشفافية تلقى انه مسيري الصفحة من فرنسا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من المملكة المتحدة، كلهم يستغلون فترة الأزمات التي نمر بها او تمر بها الجزائر. صفحة مراد البيان
كان ياخذ يعني سواء التصميمات اللي تضعها قناه شروق في صفحتها ثم يقوم بفبركتها. مع بروز تقنيات حديثه تستهدف مصداقيه وسائل الاعلام، تخوض مختلف الصحف والقنوات حربا اعلاميه طويله الامد، ميدانها السوشيال ميديا لمواجهه هذه الجهات المجهوله وفضح الاعيبها. فكيف تواجه وسائل الإعلام الجزائرية فبركة منشوراتها، وما هو استعدادها لمواجهة صناع الأخبار الكاذبة؟ ويكون عندك ذراع إلكتروني وعندك حساب رسمي للجريدة، ويعني التكيف يعني مع التطور التكنولوجي باستحداث موقع لما لا موقع صفحة رسمية للفيسبوك. أول شيء أنه الإعلامي لازم يتأكد هل هذا الخبر صحيح ولا لا، ويستعمل الوسائل اللي تكلمت عليها ويستعمل وسائل التقنية، ثم يحبذ له وزارة الإعلام ولا الهيئات اللي تابعة للإعلام أن تدير صفحة وتدير مواقع إلكترونية لتنشر أو تفند فيه الأخبار الكاذبة. مكافحة الفيك نيوز. الأخبار الزائفة لا تشكل تحدي لوسائل الإعلام فحسب، بل حتى للهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل جاهدة للتصدي لها بطرقها الخاصة. التغريدة هناك عدة مواقع، عدة أدوات تتيح لنا استرجاع التغريدات المحذوفة إن وجدت، أو يعني التأكد من حساب الشخص المعين. بالنسبة للتصريح يمكننا أن نبحث عن التصريح بكلماته المفتاحية في من مصادر موثوقة. بالنسبة للصورة هناك محركات البحث مثلا جوجل تتيح لك البحث بطريقة الصورة العكسية. يعني مسبار نموذج ناجح لمنصة رقمية عربية للتحقق من الأخبار وكشف الكاذبة منها، تجربة هامة في مجال مكافحة المعلومات الزائفة. منصة مسبار هي منصة عربية انطلقت عام 2019 تعنى بالتحقق من الأخبار والمعلومات المنتشرة على وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي في مختلف دول الوطن العربي. الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنصة هو كشف الكذب في الفضاء العمومي. حلول أخرى يراها مختصون فعالة وقادرة على كبح انتشار الفيك نيوز. أولا كاين وسائل تثقيفية، هذه اللي تكلمت عليها، كيفاش نوريو لأي مواطنين كامل، للموظفين الإعلاميين في إطار حصص في التلفازة، في أيام دراسية، في المدرسة، في وسائل الإعلام، ونفهموا الناس باللي موش كل خبر تقرأه في الفيسبوك لو صحيح. من الحكومات والمنظمات عليها مسؤولية لمكافحة هذه الأخبار الزائفة، والأهم من ذلك كله أن يكون هناك مكاشفة ويكون هنالك نشر للحقيقة أول بأول. الأخبار الكاذبة فيروس خطير أخطر من الكوفيد نفسه، وذلك لسرعة انتشاره ما يجعله تهديدا للأمن المعلوماتي وناشرا للأوهام والرسائل المغرضة التي تضع المتلقي الجزائري في متاهة مظلمة لا منفذ منها إلا بالمعلومة الصادقة. مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إما أن يفيدك وإما أن يوقعك في دوامة الإشاعات. وسائل الإعلام لها دور كبير ومسؤولية أكبر في معالجة المعلومات وتحري صحتها، فهي تعد من أهم مصادر تفنيد الأخبار الكاذبة. وأنت قبل أن تقرأ خبراً عليك أن تتأكد من صحته، فوراء كل صورة أو معلومة خبايا وأسرار.